درسنا النهاردة في الصف السادس الابتدائي درسنا بعنوان مقياس الرسم. يعني ايه مقياس الرسم؟ هنشوف زي حكاية صغيرة. بيقول لي هنا: إذا التقطت بآلة التصوير اللي هي الكاميرا صورة لأخيك، فإن الصورة تكون متناسقة وتعبر عن جميع التفاصيل. هي الصورة بالظبط، مش بنلاقي ناقص إيد، مش بنلاقي ناقص رجل، لكن يا ترى الصورة دي بالظبط هو ده أخوك؟ أيوه هو أخويا، بس طب تعالى كده نقيس طوله. أهو اسمه طوله طلع 13 سنتي. هو أنت أخوك في الحقيقي طوله 13 سنتي؟ لا، ده كان طوله 130 سنتي. يبقى ده معناه إيه؟ معناه إن الصورة هو فعلا أخوك بإيديه ورجله وعينه وكل حاجة، بس طوله مختلف. كده عندي طولين، كده أخوك ليه طولين، ليه طول في الحقيقة هو طوله الحقيقي اللي هو 130 سنتي، وليه طول في الصورة، طول على الصورة اللي هو 13 سنتي. هسميه الطول على الرسم. يبقى أنا كده عندي طول في الصورة وطول في الرسم. طيب إذا كان 13 سنتي ده اللي في الصورة بالنسبة لي هما في الحقيقة 130 إيه في الحقيقة، يبقى أنا السنتي الواحد بيعبر لي عن ايه؟ تقول يا مس ده بالسنتي والسنتي، يبقى السنتي الواحد تقريبا 10 سنتي، لان لو ضربت العشرة في التلاتاشر هتطلع ايه؟ 130 سنتي. يبقى انا كده قدرت اعرف ايه النسبة ما بينهم، اول علاقة. يبقى انا لو جاب لي صورة بالظبط وقال لي مثلا ده 15، هقول له ده في الحقيقة مثلا 150. طب جبتيها منين؟ لان انا خلاص بقى عندي قيمة ثابتة للصورة دي. اللي انا بقول يبقى انا كده جبت النسبة اهو ما بين الطول في الصورة والطول الحقيقي، طلع ايه؟ 1/10 اللي هو 13 لـ130. ده بقى بالظبط اسمه ايه؟ اسمه مقياس الرسم. يبقى انا فهمت مقياس الرسم؟ مقياس الرسم هو نسبة ما بين الطول في الصورة للطول الحقيقي. يبقى ده اهو الطول في الصورة على الطول الحقيقي، الطول في الحقيقة اللي هو 13 على 130 هي 110، ودي نسبة. يبقى ايه؟ يبقى مقياس الرسم هو الطول في الرسم، مش هقول بقى في الصورة، طول في الرسم على الطول في الحقيقة. لأن بقى الرسم ده ممكن يبقى ايه؟ يبقى صورة، يبقى خريطة، يبقى بوستر، يبقى الكشكول، يبقى هسميه ايه؟ الطول في الرسم. لكن الطول الحقيقي هو الطول في الحقيقة. يبقى أنا عندي مقياس الرسم هو برضه نسبة، احنا لسه في دروس النسبة. مقياس الرسم هو نسبة عبارة عن الطول في الرسم على الطول الحقيقي. طيب عندنا شوية ملاحظات قبل ما نحل أمثلة. بيقول لي دلوقتي لو مقياس الرسم ده أصغر من الواحد فإنه بيدل على التصغير. لا مش فاهمة، فاكرين المثال اللي فات لما كان 1 إلى 10؟ ما هو 1 إلى 10 دي يعني 1/10، يعني 1 من 10. 1 من 10 ده أكبر من الواحد ولا أصغر من الواحد؟ هو أصغر من الواحد، فده معناه التصغير. طب تعال، ده هو كان طوله 130 سنتي، جيت رسمته او جيت صورته بقى 13 بس. يبقى انا كان حاجه كبيره صغرتها ولا كبرتها؟ يبقى صغرتها. يبقى انا لما يكون مقياس الرسم اقل من الواحد يبقى بيدل على التصغير. زي ايه؟ زي قلنا صور الاشخاص، زي دلوقتي رسم الخرايط، تصميم الانشاءات الهندسيه، الحاجات اللي هي بتبقى كبيره في الحقيقه وانا عايزه ارسمها بصغرها، هلاقي ان طولها في الحقيقه اكبر بكتير من طولها في الرسم، علشان كده مقياس الرسم بيطلع اقل من الواحد. طيب العكس بقى، دلوقتي مقياس الرسم لو اكبر من الواحد يبقى اكيد ده بيدل على التكبير. يعني ايه؟ هو مقياس الرسم ده عبارة عن الطول في الرسم على الطول الحقيقي. امتى مقياس الرسم يطلع اكبر من واحد؟ لو الطول في الرسم اكبر. زي ايه؟ الحشرات. عندي حشرات صغيرة كده طولها 1 سنتي، انا لما عايز ارسمها كده واكبرها واخليها حلو رسمتها مثلا 5 سنتي، فده معناها ايه؟ ان انا كبرتها، ان انا اللي انا رسمه بايدي او موجود على الورقة اللي عندي أكبر من الحقيقة، فده يبقى معناه إن أنا إيه؟ إن أنا بكبر. يبقى لما مقياس الرسم أكبر من واحد يبقى ده بيدل على التكبير، لما يكون أصغر من واحد يدل على التصغير. هنا كاتب لي أهو الأمثلة بتاع التكبير، اللي هو تكبير صورة حشرة، تكبير صورة شخص عادي ممكن برضه يبقى عندي الصورة صغيرة وعايزة أكبرها، يبقى أنا بكبر إيه؟ الصورة الحقيقية اللي عندي. يبقى مقياس الرسم هو نسبة، عشان كده يبقى ليه تمييز؟ لا ملوش تمييز. لا يبقى انا ساعتها ايه؟ يبقى انا لازم الوحده بتاعت اللي فوق تبقى وحده ايه اللي تحت؟ وحده الحد الاول لوحده الحد الثاني. وحده الطول لما قياس الرسم اطوال، وحده الطول في الرسم هي تبقى وحده الطول الحقيقي. طيب لو انا جاب لي حاجه الطولين مش زي بعض، يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا لازم احولهم زي ما كنت بحول في النسبه. وادي انا كاتبه لك هنا التحويلات ما بين وحدات الطول اللي احنا عارفينها كلها، اللي احنا كنا بنعملها على كف ايدينا. اصغر حاجة المليمتر، بعد كده السنتيمتر، ديسي متر، بعد كده المتر، بعد كده كيلو متر. ما بين كل وحدة والتانية من الوحدات دي كلها 10
وما بين المتر الكيلو متر بس، هي ايه؟ هي 1000، كل كيلو ب1000. لما بحول من الصغير للكبير انا بقسم، لما بحول من الكبير للصغير ايه؟ بضرب. هناخد مثال ونشوف هنحل ازاي. يقولي اذا كانت المسافة بين مدينتين 25 كيلو متر، وكانت المسافة بينهم على الخريطة هي 5 سنتي، اوجد مقياس الرسم. اه هو كده بيجي صراحة، انا عايز عايز مقياس الرسم. خلاص، انا اول ما يجيب لي مقياس الرسم انا بكتب القانون. ايه قانون مقياس الرسم؟ هو الطول في الرسم على الطول في الحقيقي. واجري ادور فين الطول في الرسم، فين الطول الحقيقي. طول في الرسم هنا 5 سنتي، طب فين الطول الحقيقي؟ 25 كيلو متر. ينفع اكتب اهو، انا كتبت مقياس الرسم الطول في الرسم على الطول في الحقيقي، ينفع كنت اكتب فوق 25 تحت؟ لا ما ينفعش، دي بالسنتي ودي بالكيلو. فانا ممكن هنا يا اما اكتب القانون على طول واعوض، وانا بعوض اخد بالي، يا اما كده اسهل لي اكتب الطول في الرسم هو 5 سنتي. خلاص انا دايما بحول الكبير عشان اسهل لي، وبضرب الطول في الحقيقي هو 25 كيلو متر. عايز احول الكيلو متر للسنتي، مفيش حاجة على طول ما بين الكيلو والسنتي، يبقى انا ايه؟ احاول اقربه. الكيلو متر عشان احوله المتر بضرب في 1000، والمتر عشان احوله لسنتي هضرب كمان في 100، يبقى بضرب مرة في 1000 ومرة في 100، يبقى انا عندي كام صفر؟ 5 اصفار، اللي هو 100 الف. يبقى انا عشان احول من الكيلو متر للسنتيمتر بضرب ايه؟ في 100 الف. 25 في 100 الف هتطلع 25، هتطلع 2,500,000. طيب مقياس الرسم هو عبارة عن ايه؟ طول في الرسم على الطول الحقيقي، بقسم 5 على 2,500,000، هتطلع ايه؟ 1 على 500,000، وده مقياس الرسم. ممكن اكتبه كده وممكن اكتبه ايه؟ 1 الى 500,000، وده الاحسن، ان انا اكتب مقياس الرسم بايه؟ بشكل ايه؟ بالصورة النسبية. طيب مثال تاني، التقطت صورة لإحدى الحشرات الدقيقة جدا، فإذا كان طول الحشرة في الصورة هو 250 سنتي، كان طولها الحقيقي 25 مليمتر. أخد بالي أول ما يقول لي حشرة صغيرة يبقى أنا هكبر، مش هتفرق معايا في الحل، بس أنا عشان إيه أبقى ماشي خطواتي صح. طيب دلوقتي ده بالسنتي وده بالملي، ينفع أجيب مقياس الرسم دلوقتي؟ ينفع أجيب النسبة ما بينهم؟ لازم أحول إيه؟ حاجة فيهم. طيب أحول الصغير ولا الكبير؟ دايما ايه؟ احول ايه؟ الكبير. يبقى ال 250 سنتي، انا عارف السنتي فيه كام ملي؟ فيه 10. ال 250 سنتي هضربها في 10 هتطلع ايه؟ 2,500 سنتي. وادي الطول في الحقيقة 25 ملي. اكتب قانون مقياس الرسم، مقياس الرسم هو طول في الرسم على طول في الحقيقة. طول في الرسم هنا 2,500، اهو خدوا بالكم الكبير بقى اتكتب فوق لان الرسم هو الاكبر، على 25 هيطلع 100 الى 1. يعني 100 يا مس؟ لا طبعا، مقياس الرسم هو نسبة ليها حد أول وليها حد تاني، حتى لو الحد التاني بتاعي بواحد لازم برضه أكتبه. تاخد بالنا من الموضوع ده، 100 على 1 أهو أكبر 100، بقى بيدل على التكبير. عندنا مثال، رسم الخريطة بمقياس رسم 1 إلى 7 مليون، اوجد البعد الحقيقي بالكيلومتر بين مدينتين المسافة بينهم على الخريطة 1.8، البعد بين مدينتين على الخريطة إذا كان البعد الحقيقي بينهم 140 كيلومتر. طيب دلوقتي يا مس العكس، تاني في موضوع العكس، مديني بقى دلوقتي المقياس، وعايز يا إما عايز البعد الحقيقي يا إما عايز إيه؟ البعد في على الخريطة، أو الطول الحقيقي أو الطول في الرسم. طيب أنا همشي عليه خالص وهكتب قانوني وهمشي عليه، وآخد بالي كويس قوي من الوحدات. طيب هو دلوقتي مسألة مقياس الرسم تيجي مباشرة، سواء هيطلب مني مقياس الرسم يقول لي عايز مقياس الرسم، هيطلب مني البعد الحقيقي، هيقول لي عايز البعد الحقيقي، هيطلب مني البعد على الخريطة، هيطلب مني البعد على الخريطة. طيب أبدأ أحل أول جزء، عادي بكتب القانون وأجي أعوض فيه. مقياس الرسم هو الطول في الرسم على الطول الحقيقي. طيب الطول في الرسم بكام؟ أهو 1.8 سنتي. يبقى هكتب مقياس الرسم 1 على 7 مليون بيساوي 1.8 على الطول في الحقيقة. طيب وابدأ ايه؟ اجيب الطول في الحقيقة، هضرب ايه؟ هضرب 7 مليون 1.8 واقسمها على 1، تمام؟ بضرب الوسطين في الطرفين، 7 مليون 1.8 على 1، يبقى هنا 7 مليون 1.8 هيطلع هنا 12,600,000 على ايه يا مس؟ ال100,000 ده جبتي منين ال100,000 ده؟ طب ما انا لازم اجيبه، لان انا الطول في الحقيقه، ينفع الطول في الحقيقه هيطلع لي بالسنتيمتر؟ ما اصل 1.8 ده بالسنتيمتر، يبقى انا الطول في الحقيقه كمان بالسنتيمتر. ينفع الطول في الحقيقه ما بين مدينتين هيطلع بالسنتيمتر؟ يبقى انا اخد بالي لما اجيب الطول في الحقيقه ما
خلاص الرقم اللي هيطلع لي ده، العدد اللي هيطلع لي ده هيطلع لي بالسنتيمتر، عشان احوله من السنتيمتر للكيلومتر، فانا بقسم على 100 ايه، على 100 ألف. انا اخد بالي عايز الطول في الحقيقة ما بين مدينتين هيطلع بالكيلومتر، عايز الطول مثلا لو طول عمارة او طول اشخاص او الحاجة دي كلها بتطلع بالمتر، لو حاجات اقدر امسكها في ايدي هتطلع بالسنتيمتر. يبقى انا لازم برضو ابقى منطقي في الحسابات بتاعتي، اقول طول مدينتين معقولة اقوله له بالسنتيمتر؟ لا مش منطقي. يبقى انا لازم ايه احول ده اللي يعني الحاجة الزيادة لما يجيب لي مقياس الرسم. انا مش شرط احل المسألة بس، لا ده انا لازم اكون منطقي في اجابتي، ولازم احول ما بين الوحدات بشكل ايه، بشكل صح. طب نحل النقطة التانية، يلا اشتغل معايا. ادي هكتب هو مقياس الرسم، 1 على 7 مليون بيساوي الطول في الرسم على 140 في 100 ألف. طب كتبت هنا 100 ألف ليه؟ لأن دلوقتي هو عايز الطول في الرسم، عايز الطول في الرسم هيطلع بالكيلومتر، ده هنا مديني 140 كيلومتر، طول في الرسم هيطلع بالكيلومتر؟ لا طبعا هيطلع لي بالسنتيمتر، فأنا لازم أحول 140 كيلومتر ده أحولها لإيه؟ للسنتيمتر. يبقى أنا هضرب هنا إيه؟ في 100 ألف بس، وتطلع الناتج عندي خلاص. بضرب 140 في 100 ألف في 1 وأقسمه على 7 مليون، هيطلع 2 سنتي. وبكده احنا خلصنا درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.